22. هذه طريقه للتحايل، للتحايل على انك تاخذ كرافت افلام طويل. ولك حاجه فوتها اخي، فوتها يسوي فيها بريدج في طريق احلى. شيء طريق احلى كبير شو ندرنا شوي بس هيك الطريقة الأفضل هي يا ولاد اللي حتحبوها هلا أكيد هي الراجل هذا شو صاير له هو ظهره كله محروق شو شو ندرو له؟ قصدي وين اللي بيغطي لي منطقة كلها هي؟ فش ندرو؟ الجلدة السليمة هي زرعة تحتها بالون دكتور وزرعة وهذه زرعة تحتها بالون استفادوا من الحمل المرأة الحامل بطنها عادية فأثناء الحمل تولدي أضعاف وضعف فاسكن على المدى الطويل يصير سرتش شوف شو صاير لي هنا هذا السكن العادي خششت زي يدي هذه بلون خششت هني وقعدت انفخ فيها على مدى شهور كل مره ننفخ ما نقدرش ننفخ وقتي ننفخ اللي نقدر عليه كل مره فخت انفخت فاصبح عندي بلون كبيره وهذا شو بدي بعدين نحول البلون فاصبح عندي هالبسكن نمشي نقص اللوطي كله ناخذ هذه النظره هذا البالون كل هين احسن منطقه اسمها تيشو اكسبانشن يمد تيشو اكسباندر هذاك الماكينه وتيشو اكسبانشن تقدر تفتح السكن فاذا عندي شباب بقدر نسل بعض طبعا ما الفرق ما بين الجرافت والجرافت يا اما بارش تكنس يا اما فول تكنس وجلده بس الفلاب خذ اللي تبيه تبي سكن بس اسمه كتيرس فلاب تبيه بالفاشيا فاشيا كتيرس فلاب تبيه بالمصل ماي كتيرس فلاب تبيه بالعظم اوستي ماي كتيرس فلاب تبيه بالنيرف الفيزل اسمه كومز فلاب مثلا كيف ترى صبع من الرجل تحوله تحطه في اليد فلاب ولا درافت لا ولا لكن فلاب كلها باعصابه وكل شيء اسمه كومز فلاب فهذا فلاب فبعدين قعدنا شو نقولوا يا جماعة الخير؟ الفلاب مذهبية لكن الفلاب عنده شروطها. أول شرط إن الطول لا يتجاوز ضعف العرض ودرنا لها حل. إن احنا درنا بريدج أو درنا بالون اللي هو إسبانيا. ثاني شرط قلت لكم شغلة بكري دازنت كروس الميد لاين. يعني شنو ما تاخذش خمسة حنين والعشرة كروس الميد لاين. أقدر يا مش نفسها بتصبر. دازنت كروس الميد لاين. وما تاخذش بلون تاخذش كلاب تحت الركبه تحطه في فهمتوا؟ فهذه بالنسبه لمتوسطنا اوردر اذا في فلاب وفي كرافت عرفنا الفرق بين الخصوص عوضنا به حاجه معينه وهذه سهلت البلاس كل اسئلتها البلاس فيها مخصوص كلها ما هي؟ بس الفلاب اليد بس يعني وين كان الفلاب اخت خيرك انت دكتور لما نحل البريست من جبنا التسمس والسكن بتاعها هذا فلاب مايو كتيرس لما نحل البريست يا ولاد نجيبوا التسمس درصاي من جبنا بتاعها ونحطوا هنا يولي اسمه مايو كتيرس فلاب اللي هو التسمس درصاي فلاب بريتس فلاب فلاب اذا زي ما شفنا ندور في سيشن في جرافت عرفنا السبارشن والفاكتورز اللي هم كذا الفول تكنس جرافت ادفانس احنا كنا حفظنا الفول تكنس انه جود كواليتي الفول تكنس يعطيك في مكانات فيها مشعر كلر ماتش مليح ولس كونتراكتشر عيوبه نفسها ليمتد سايز ديفكت نورز لازم اللي حولت منها لازم تحط له مانجمنت معين وكانت تاخذ له معينات في الفول تكنس كملت منها والبارش تكنس في ميزة طبعا عكس البارشي ولكن شو قلنا احنا البارشي في من نوعين دول ثيك بارشي وشو ثاني؟ ثين بارشي احسن حاجه في الكرافتات هو الثيك بارشي الثيك بارشي اللي هو يعتبر خدم المزايا الثين بارشي الثين الكرافت بارشي وخدم المزايا الفول تكنس بس برضه الكرافت اللي حطيته مرات يفشل وعندي مشاكل حتى هو سكار كيلويد كونتراكشن بيجمنتيشن وبعدها خشينا في الفلابات راندوم لاجز شو الفرق؟ عرفت كيف تتحايل على القانون؟ ديليت فينومينا اللي هو البريدج منها بكري وسكن اكسبانشن عرفنا كيف تفهمه؟ الاكزيان في كوتينوس بس في فيش كوتينوس مايو كوتينوس اوستي مايو وكومبوزنت او تاخذ ديستانس ميجريتنج كلاب تو السؤال هنا صار الكلابات تقسمهم حسب
انجريجيتهم لوكال ريزيستنت هذا الكارولو وحسب نفس الله الاكسل اند حسب تركيبتهم كوتينوس فيشل كوتينوس مايكوتينوس اوستيو مايكوتينوس شو ثاني كومبوزيت بلاك هذا بالنسبه لي اصعب حاجه خلصوا اوكي خلاص باقي مشوا شويه بيكمل قرايه البلاستيك في حاجه اسمها بيرن هذا هو صح 50 ورقة واختصرت في 10 واختصرت نصوص أكيد وضعت لا إيه ال شوي بس شوف معي طبعا غير تو احنا في عجالة من عمرنا البيرن غير هذا بدو يجلس وتعرف اصلا اخذت في الفلود البارك ليفورم اللي موجود تاني خلينا نتكلم عنه نشوف البيرن هو ديستراكشن نتيجه تشنج في التمبرتشر ودي ما نقولك بحاجه لا يعني الحروق انه هو حاجه ساخنه حتى المصقع يعتبر حرق حتى الاسيد والالكلاي حرق فخلنا نسمه مبالغ في حروق اسمهم ثيرمال انجري يعني حراره لو تمبرتشر زي الفروست بايت حر وثلج حاجه هيك هاي تمبرتشر يا اما لهب من الغاز دراي هيت او ميه ساخنه وشاهد ساخن بلازما مويست هيت هذا اسمه ثيرمال اما كيميكال اسيد والكلاي اسيد في حرف السي كوجليتيف الكلاي في حرف ال ليكويد فاير تمام في الكتريكال انجري الكتريكال معناته بتكلم عليه تيار كهربائي وهذا ايش يعتمد على قوه الضي 380 ولا 120 ولا كذا الباسترنت لما شد الضي قديش تعدى الضي يعني متواصل معاه ديوريشن اوف كونتاكت والكترود ريزيستنس معناتها الضي مش هياثر في الجلد زي العضو وفي القلب زي البرين حسب كل ما الاورجن يقاوم الضي اكثر كل ما حيحرق اكثر فبالتالي هذه الكترود راديشن اكيد وكرونيك شو معناتها اكيد راديشن خلينا نفرضوا كنا واحد حطينا في الجلد اكس راي شيء الاكس راي عباره عن اشعه طلعت منهم منهم سالب الكترون ولا الاشعه اللي نازله هذه لو انت زودت الجرعه وخليت البيشنت في الحريق هيك يولي اسمه اكيوت انجري طبعا شو بيصير ترى تخيلوا لو يدي هي بنصورها واحد انساها طبعا انسى يده تحت الماكينه وقعدت متواصله اشعه هل بالفتره طويله حياخذ يده كانها محروقه كانها واحد حطها لها تلقاها لد وبلسترز وريتيمه بينما الكرونيك هذه الكرونيك معناته واحد يشتغل بالاشعه عامل فني وما ياخذش ما يفسش في الوقايات وكذا كذا كذا وتعرض فتره طويله. وقت تلقاها الجلد بتاعها اصبح بين هارد اتروفيك كانه يعني الجلد بتاعها ولا زي بتاعت الرجل والوتر لما تاخذ تولي يابسه. ومعها تولي حتى انصر. وعلى فكره هو بريم ليجمنت ولا لا؟ فلذلك عرفت كم تو البيرن عرفت شو المعنى انه هو المريض مش كل شيء محروق صار في ثيرمال انجري في كيميكال انجري وفي الكتريكال انجري وفي راديشن انجري هذا ما كلهم عباره عن حروق شو مشاكل الحروق؟ خلينا نحكي عن الحروق المعروفه انه واحد مثلا انحرق حوشه ولا انحرق في مصنع محروق ولا كذا في مشاكل ايرلي فوت مين الرسماء اللي يقتلوا الرسماء الفيلير تنفس سي او كربون مونوكسايد مات منها وعشان يقدر الاكسجين سي بي اس كومبليكيشن يخشوا في هيبوفوليميا رهيبه على ايش؟ ديهايدريشن موجف باي غيرها abnormal shift of fluid من intravascular الى interstitial جسمه يتنفخ بالميه والبزل ما فيهمش قطره دم الدم هيمشي من الفاسكولار الى احنا كيف قسمنا الفلويد احنا قلنا intravascular واكسترا الاكسترا سوري intracellular اكسترا الاكسترا هيتحول من intravascular interstitial ويجف من غير شفاف يعني من غير ما يجف هو صار الدم توزع كله فهذه يخش في مشاكل هايبر ميتابوليزم ذكرته التوكسيك جويتر على اعلى هدمه يولي كل جسمه كاتابوليك وكل جسمه شغال فهذا الميتابوليزم حتى يقتل حياخذ البروتين والجلوكوز من الليفر وغيره حيلقى روحها كانه خاش في هايبرتريميا رهيبه وهايبرسيب رهيبه ثلاثه دقيقة وقتي بدات الريسبيتوري حسب الاهميه الريسبيتوري يقتل هلو بدا كان المسكر بعدين لو طلع من اول 48 ساعه بالحرق يخش في الكومبليكيشن مره انفكشن سكن ولا الشيست ولا اي شيء حتى جي اي تي لو ما اكلتهاش بيسا لما ما اكلتهاش بيسا عمر ذكرته قلت لك هي اصلا الميكوزا في الجي اي تي تتغذى من وسطها لما وسطها مع شبع الاسابيع من غير ماكله حتموت
وهالبكتيريا حتخش في الوول وحتخش للجسم وانتجنوس انفكشن. جي اي تي بريدنج احنا كل اللي يحرقوا لازم نعالجولهم ببرازول، لاني متوقع الحروق ستريس، والستريس هذا حيدير لها كيرلينج اصلا، ولتكتب كيرلينج كاشنج. الكيرلينج كاينه كير للشعر من الحرق، كيرلينج بتاع الحروق، الكاشنج بتاع الميجر تروما والميجر سيرجن. فللاسف الشديد يجوا مرات مرضى بير رهيب، يخشوهم عنايه ما يعطوش برازول، يلقاهم بدا يخشب هيبو في الهيبو، انيميا وقصة على خاطر فقد الدم في السول. كونتراكتشر كيلويد هايبرتروفيك سكار، شفتوها بكري الركبة تعوجت واليد تعوجت، هذا مشاكل حروق. هذا لما طلع منها فبالتالي هاكل كشن صار فيها مهبة. وبعدين نشوفوا لي البيركلان فورد يعني. قلناها ولا؟ انك تعرف اول يوم شنو؟ 4 سي سي في البودي ويت بالبرسنتج، نصها في اول 6-8 ساعات يا اخي مشان. ووقت 8 ساعات 16. انا كاتبها بالغلط. تاني يوم شو تاخذ؟ نص اللي هم نص كمية اليوم الأول. نورمزراين ولا كلويد ولا كريستالويد؟ كلها كريستالويد. بتحط لك احنا تاني يوم بنوعها حبة من ثلاث حبات. ماشي. معلش هذا ايفان هذا فورملا ثانية طبعا. ايفان من الأول حطها كلويد كريستالويد. تو هذا مش مدلع فقط. كريستال. أنا كان مدلع عنده ثاني يوم دلع. كريستالويد. الفورمولا بتاع بيركلاند المشهوره اللي تلقوها انتم راي كريستالويد. في فورمولا ثانيه اسمها ايفان بتاع دكتور مشهور جدا بتاع تحضير جيري ليبيا في بدايه الالفينات، ممكن بدايه نهايه التسعينات ممكن جي وشويه في الطبي وشيء هو ايفان. فبدايه فورمولا خاصه لجماعه البيرن هما. البيرن كيف يديرون ترى قال لك بالكريستالويد يعني بالكرابيشه هذه. نفس الحسبه اللي فوق لكن من الاول بالكلويد. شنو قاعد تعطي؟ 1 سي سي كريستالويد تضرب في البادي ويت في البرسنتج تزيد 1 سي سي كولويد في البادي ويت كريستالويد وزيد 2000 سي سي جلوكوز. شنو دار هنا؟ حط فلويد وحط حتى الكالوري بالمره زي ما تقول عالي بيعملها بالاول باش يطلع حاجه صح بالاخير. هذه احلى تقريبا فورم لكن ما تطبقوش فيها ويحبوها البركبه فورم. يمكن غير طلعوا لي اول يومين يطلع من الشوك وفي الجو الثاني بعدين حنتفاهموا معاه هيكي نظريه. بس هذا بالاول عبيه بعباء خدي سي سي كريستالويد سي سي كولويد زادها 2000 جلوكوز وثاني يوم نص الكميه لكن الجلوكوز لا نص الكميه كيف؟ 1 سي سي تولي نص و1 سي سي تولي نص وال2000 هي هي جلوكوز في السكند دي والثيرد دي ديما مولود فينتر 500 وكاتب انك كيف نحسبوا الماكسيموم على فكره كم في البرسنتج ولا؟ ولا كان وزنها مثلا كان محروق 10% بتحط هذه 20 كان محروق 40 تحط 40 كان 50 تحط 50 كان 60 تحط 50 ما عادش في فوق ال 50 محروق 70% ولا الفورم ما عادش تحمل فوق ال 50 خلاص فالماكسيمم بتاع الفورم كان 50% وات ايفر بعدها قداش هو محروق 70 ما دخلش فيه اكثر نسبه كم؟ 50 فاذا كان محروق 30 حط 30 محروق 50 حط له 50 محروق 55 بعد خلاص حيقعد في 50 ماشي واول 48 ساعه ما اعطوش لكن ثالث يوم ادبيه as much as I can دخل البلوت ان شاء الله ندير لك جاستروستومي تيوب في بطنه كان الدنيا محروقه فوق نحط لك جاستروستومي لان راهو as easily as possible ترجع تكمل هذه المشاكل عشان انفكشن خلاص هذا البيرن لكن ما زال نبي نعرف كيف هم الناس اللي اصلا انحرقوا كيف نحسبوا نسبة الحروق ودرجة الحروق طبعا درجة الحروق سهلة جدا إذا كان الحركة بديرمس ألو إذا كان الحركة بديرمس شوي ديرمس بديرمس بقاعدة حروق درجة أولى جلد كل درجة ثانية تحت جلد درجة ثالثة هذه نعرف وحدة ومعلش أنت شيء بالشيء يذكر هذا جلد بديرمس وهذا ديرمس وهذا سبكينوس كان الحركة بديرمس ما تستحقش بروحها طبعا بديرمس شويتك شو اسمها هذا درجة أولى وكان الحركة هيك درجة ثانية وكان خش لوطه بكره هنا شو اسمه درجه ثالثه. الثانيه قسمه اي وبي ليش؟ لان مرات يكون لك محروق مرات يكون محروق كامل قسم اثنين كذا فبين لكم حاجه انا اصلا شو النقطه انا مش عرفني قصدي نشفى في حاجه محروقه زي الثانيه مش عرفني هل محروق بدير بس انا ما عندي ميكروسكوب لا مش النيرف بس صح الدرجة الأولى النيرف اندنج تعرض فالبيشنت فيري بينفول وهذا جربتوها كلكم تبز عليه شوية شاهي ساخن ولا مية ساخنة والجدة ولا أحمر توجع حبة
طبعا الريبيد دي معطل حكا ولا معجون اسنان صح ومحاجه تبرد وخلاص. طبعا بنقول لك ما تخلي اثاره لك لا ما تخلي اثاره غلط لكن تيب بوتر وخلاص. اسمعني الحروق الحمراء هذه الحروق الحمراء يا دكتور هي اصلا فيري بينفول بهذه الدرجه اولى. اما واحد انحرق وما يحسش في حتى حاجه معناتها الجلد كله انحرق درجه كامله. في متذكر الاعتراضيه كل امراض جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لان في نار جهنم والعياذ بالله لما ينحط في نار جهنم ينحط الجلد كلها درجه ثالثه ما عادش بيحس وربي يحط له جلد جديد مش يتعذب من الجلد. عفر الله وياكم ان شاء الله. فاذا حروق الدرجه الاولى والثالثه ينعرفوا بالاحساس ذلك. الدرجه الاولى يحس هبة والدرجه الثالثه ما يحسش بكل والثانيه بين البيت. لا نبي حاجه اوضح. شوف هاي شو صاير. اذا كان اصبح زي هذا الريتيما ايديما بين هاي درجه اولى كان طلع بلاقيش درجه ثانيه صار اي حد تبلقش من حروق درجه ثانيه بلسترز يعني. الدرجه الثالثه ما عادش يحس واصبح تك فاصبح يعني فول تكنس اصبح افاسكولر اصبح بين لس. وعلى فكره في بعض الكتب درجه رابعه ترى بيبان عظم. هذه قلت لكم عنها؟ لا بس يعني ها؟ دوها درجه رابعه. في بعض الكتب كاتبه درجه رابعه ان لما يكون العظم على الشعر خلاص. لكن احنا خلينا في الثلاثه اللي نعرفهم درجه اولى درجه ثانيه درجه كم؟ ثالثه. فكم نحسب النسبه قلناها؟ تسعه او 9 اوكي. يس زيرو. تفحم رابع يعني خلاص اصبح كله فحم ما عادش بيتشو اصبح بومس كان عاش بيتشو خلاص نص اللي تقدر عليه خلاص. اسمعوا خطرها على الكليف كليب والبلد ما هي اسمعوا لو سمحت كلموا على الكليف كليب وبلد معين زي هذا لو سمحت. تو هذه كليفت لب هي يا محمد هذه كليفت لب هي طبعا يوليترال ولا بايلترال على اي اساس؟ شوي بس يوليترال كليفت لب بايلترال كليفت لب هي هو اهو خليكم معي شوية تو بتكلم معاكم على حالة المفروض انكم تعرفوها اللي هي فيها البيولوجي بتاع الفيس على طول. كيف ترى؟ هذا الوجه بتاع البني ادم ربي لما خلقه خلق الجبهة ركز على الكلام الجبهة والنوز وجزء من الشعر العلوي هون طبعا صرت لك فلتر هذا لكن كل العلاقات اسمها فرونتو نيزل. فرونتو ما هو جبهه ونيزل الخشب فرونتو نيزل وبعدين كرابيا يخلق المكزيلري بروحه بروسس من الجهتين وبعدين يخلق ربي المانديبولار بروسس بروحها. ايوه طبعا انتم عارفين كلكم ان تراجم النيرف تعرفوه ولا؟ سمي تراجم النيرف اوفتالميك وماكزيلري ومانديبولار لان الاوفتالميك برانش يغذي برونتو نيزل والماكزيلري يغذي الماكزيلري بروسس والمانديبولار يغذي المانديبولار بروسس والماكزيلري والمانديبولار بروسس يعتبروا فيرست ارش هذا انا وياكم هيك قديش يطلع؟ بيطلع من داخل الدماغ هيك يطلع العين تبع الدماغ مو العين وبعدين ربي يخلق لنا فتحتين نيرس الخشم وبعدها يا دكتور يصير شنو؟ يصير الالتحامات. كيف الالتحامات؟ انك انت تتكلم عليه هو بيلتحم كيف؟ حيلتحم هو من جهه العين. عارف لو فشل في الالتحام ايش يدير مرات يلتحم ويخش سكن داخل فيطلع له درموي. تعرف الدرموي؟ الدرموي اللي بيدير بس خاشه داخل وليش اطلع في الانجل اللي بدا؟ هذا مكان الفيوجن اي مكان التحام يطلع فيه درموي بسهوله جدا.
بعدين شو مدين بيلتحم هوا. لو قعد مفتوح هذا هوا يولي حاجة اسمها كومبليت فيشل كليفت، اللي هو فيشل كليفت معناتها وجه مفتوح. بعدين يلتحم من جنابه هوا باش يحدد حجم الفم، ويلتحم من هنا في الدقن، وتو بيت القصيد بيلتحم الشوارب. لو ان التحام جهه وجهه لا يولي اليونيتر كليفت ليب ولا، ولو ان الزوز ما بوش يلتحموا اسمها بايلاتر كليفت ليب. فعرفت تو كليفت شنو هو كليفت ليب وبلد، هو عباره عن فشل بالالتحام اللي اصلا ربي خالق فيه. فهمتوا البنيه هذه اللي نشرح فيها تو هي نصيبها ان هذا ما باش يلتحم الجهه هذه، والبنيه هذه الجهتين باش يلتحموا بايلاتر. في البيلاترال غالبا الفلتر هو ريزد ابورد والخشب كذلك. في التالي بالعكس ديبريسد، شفتوها لحظه خشبه ديبريسد اهو. فاذا البيلاترال في ديبريشن في الاسترن، والبيلاترال في اليفيشن بالفلتر. عرفتوا عمليه هنا بيسالكم تو، هذه السؤال ممكن يصير فيه بالصالحة انت الوقت المثالي للعمليه. لا لا هذه يحكمها رول حاج وايت حي... لا لا حيحسبوها لكم. اسمعني دكتور، هذه يحكمها رول اسمها رول 10 بينها العالم بينها 10 اسابيع يكون 10 جرام و10 باوند وزنه. الوزن 10 باوند اللي قدامنا السي بي سي بتاعنا من 10 يكون، ويكون انه هو 10 اسابيع. 10 اسابيع معناتها شهرين ونص. ما نحكم هو ثلاثة شهور مش مكتوب التقريب، لكن هي رول فتن اسمها. اسيل اذا شفت البنية هذه هذا بتاع بنت بيزنس، شفت لك فرد البنية هذه بعد العملية حروف التجميل اختفت بكري. والثانية كومبليت هنا بايلاتر هي وصلتوا. قبل ما الدكتور زايد والدكتور شو اسمه الثاني بالضبط. اسمعوا يا اولاد نحكي عليه كليفت ليب كليفت بلد. كيف قسمت كليفت ليب يونيتر وشو ثاني؟ ويحكمها رول اوف 10. اما كليفت بلد هي في كومبليت وبارش. شفت هذا كومبليت؟ شفت هذا لوطه بكل بارش عرفتوا؟ هذا يبي فعلا يا محمد اول شيء ساكت ما عندهاش كيف يرضى، ما عندهاش ديبريشن. ليش ان جي تي تمشي جماعه الاكزلوكيشن تاع الاسنان زي ما يديروا في طاقم السنون، في طاقم فقط داست التلف اثناء رضا العين. كل ما يرضى حطيه في الهات نتاعه سكر بي يرضى بي بعدين حولي ورضعات خاصه في الحالات الكبار مش عارف شو هي اللي مطوار ويخشوا في الفارس. في النهايه بكون دير لي حل مشي امورك، لكن اهو اهو ركز معي شوف ركز معي لازم يندار لعملية حتتفاجئوا قبل 12 شهر. انتم تضبطوا انا خلاص خلاص والله خلاص سامحيني والله انا اعطوها لك والله قعدت الحكايه هيك بس بعض الحكايه عندنا مسكينه خلاص اسمعوا كانت مره طيبه زي كذا اسمعوني لا اسمعوني اسمعوني خلينا نقول لك فرانكلي اسمع اسمع يا دكتور بلكي كنت 6 سنين ومرة لا هي 6 سنين لا هي 6 سنين لا هي 6 سنين هي في البلد 6 حروف محطة 6 وهنا بلكي كيف 12 شهر تو كيف 12 شهر؟ نعطيكم انا حاجة سهلة لا لا والله العظيم انت اللي ضربتي بصوت صح انت اللي ضربت يعطيك الدكتور يا دكتور البلد هي الدكتور خرج معلومات اللي قالتها كلهم صح ملخبطات بس مسكينه من العين
خلينا نحكي عن الكبر. هي قالت 3 شهور احنا معاها لان احنا كنا رولتين ولا معاها 3 شهور زي ما يبقوا هم الاي بي 3 شهور اللي هو شهر ونص ما كسبناش اللي يرول بشني تاني. فانا بدي نقول لك حاجه انا نقول كانت تبيعها زي كليتكم الدكتور كليفت ليبت دار 3 شهور حسب رول اوف 10 ويكس 10 جرام 10 باوند تمام. هذه حل المشكله. الدكتور قال لك حي حق قال له 12 شهر لا قال له 6 سنين لا هذا اللي قال له كله صح. ليش؟ العائله اللي كليفت بلد من ولاده يدار له حل بالرضاعه ما دخلنيش بيك دير له حل بالرضاعه بتاعها بالرضاعه الوحده ثم قبل السنه لازم يتسكر ستشنج عاديه يتسكر مش كامل يتسكر فقط المصر الميوكوزا. ليش بالله يتسكر؟ لانه كان فات فيه وفات السنه انا حيتكلم وكان فات فيه ويتكلم من خشمه بيتكلم من خشمه تو حيقعد نازل سويتش عمره وتبي لك نازل اسمها سويتش ثيرابي قصه فلازم قبل يتكلم يعني قبل 12 شهر لازم يكون مسكر ويرجع لنا 6 سنين زي ما قالت يدير عمليه البون هذيك يسكر البون كامل. الكلام اللي قلت كل كلمات متوقعتها صحيحه غير خشت بعض الله غالب عليك 6 سنين عمليه نهائيه 12 شهر لعمليه بتاع تسكيره بس يقعد يتكلم مع الدكتور. كيف نقولها؟ يقول الدكتور في برايمري كلوجر في 12 شهر المهم قبل يتكلم وفي سكند كلوجر الكامل في 6 سنين في 6 سنين. هذه شباب كيف تكتبوا كيف شنو؟ كيف البون كيف بقول لك قصه كبيره ما عرفتهاش ما حضرتها. طيب انت ليش مش ملون؟ ما يتذكرش البور ولا قاعد في الكارت مش مسكر كله لا قاعد البور ما تكملش ما لها داعي. لا ليش مش ملون بكور؟ اكيد لا تحملش العمليه ما عرفتش مش حلو. حاول تحول طيب هذا اللي نحكي نحبك الطالب. انا سيدي ما نحكيش على البلاستيك انا ما نحكيش على البلاستيك. المعلومات المهمه كليف كليب المعلومات المهمه كليف بلد المعلومات المهمه مثل لوكيشن تروما المعلومات المهمه على سكن تيومر انا كل انا بتاع كله وسالت لك افرض يا سيدي افرض على كليف كليب قاعد يقول لي وات ار ذا سندروم ويتش كان اوف سوشيال هو لا 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 انا مش لاقي اسكت شويه اسكت شويه دكتور سوري نسيت ما عادش نقدر نجاوبها جو شو معناتها؟ انا قاري لكن خلاص انا راحت عليه بس مش بتاع يسلك لفت 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 بعدين شو بعدين يخش يزيد في اللابس لفور الاسكريشن بتاع تروما بتاع بيت مش كده ليش كان في بلاستيك؟ كان فير بس هذا مش حلو هو كله بينما ليش مطير لي فتيت معاه في لفت لفت فتيت معاه في لفت بلد خش بصحاح شنو قلت له استكيت خش معاه في لفت تروما اشرحت لفور الاسكريشن شو بتاني؟ سوري بعد اللي بدل جهه ونسيت بس في فرق لمحمد ننهي قصه مره من الكلاسيفيكيشن تاع لافورت 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 شو دار؟ اسمع كويسه لافورت شو دار؟ هذا نقول عليه انجليزي ومصري مصري 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 جديات ذا بيست موفيز اي واتش حق ما اعرفش اذا الثاني مدحها عادي لكن لو الوضع شو اسمه هذا؟ شاي بسلفان صح؟ هذا؟ هو جيف من هذا؟ ما ادري وش وشني؟ هذا؟ لا بلو هذه من الاول اصلا مش القصه كلها عليها بو لا 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 مش حاضر بو ايه لا لا لازم لازم بل اعطيكم حق هذه ما بل اجيب مصور ولا شيء ها؟ شو لكم؟ سكن تيومر سهل من الشيء بيزا سبت سكن تيومر شيء اصلا وسهلة كيمو كذا اهمام مش حتى اقرا معك اسمعوا مني ترى اشيليا او اخيليا هذا ما عندهاش صوابع معلش هان قصدي في الاخير ما عندها يد ما عندهاش هو عنده اليد هان وكذا لكن واكل بانك بروحه فوكو ميديا هادو اللي اشهر عن اشهر ما صار من تاليدومايد او من تاليدومايد اللي هو التاليدومايد اللي هو الدواء الانتي ميتك في المانيا مش عادي ضربه الحوام اللي يرشحه هاي برمس السبابي دارنا خذوا تاليدومايد ولا كانه يرشحه خلاص طلعوا لازم بالطريقه دي فوكو ميديا خذوا عليها تعويضات جيل كامل تقريبا
ولدوا بالطريقه هذه صغار هم فوكوميديا. فممنوع توتر الماي اكيد في العالم كله من هذيك الفتره في نهايه بدايه الالفينات وقعدوا مستمعين بيترجموا الماي. انت متك هو ممنوع ممنوع خلاص. المهم في حاجه اسمها فوكوميديا اسمع انت وياها. شوف هذه يا ادكتلي عندها يد بس ما عندهاش صوابع. اشيليا الو ما فيش ما فيش حد ما فيش ادكتلي ما فيش صوابع. هذا فوكوميديا في اليسار شفتوه فوكوميديا. بس هذيك اميليا ما فيش يد ما فيش ابر لمب قصدي ما فيش ابر كلها اميليا ولا في لكن اي كلام فوكوميديا. باهي هو تركزوا هذا عنده تم ما عنداش ولا شو صاير التم ما فيش راديوس ما فيش ولا حتى هو راديو كلوب يد زي الاعصاب تاع مدروك نتاع الجولف فاسمها راديو كلوب هاند كلوب راديو ما فيش ترى تعال معلش شوفوا عنده ليتل فينجر عنده تم ولا فشو صاير الاصبع الصغير والالنا ما فيش اسمه المر كلوب النا كلب يبقى في راديو كلب وش ثاني؟ المر كلب شوفوا هذا المال انتم هذا اسمها كليفت هاند يعني كان يد مخنوبه الميدل ما فيش الميدل والجزء الوسطي من الهاند ما فيش اسمها كليفت هاند او لوبستر كلو ديفورمتي زي شو اسمه هذا؟ باغلي لوبستر كلو ديفورمتي نفسه بلاش شو التشخيص من هذه؟ راديو كلب ولا؟ ما فيش تم راديو كلب هذه سندكتري من التحمات بوليدكتري زياره ماشي هذه سندكتري بعد العمليه سندكتري بعد العمليه هذا ما عندهاش التم التم مهم التم شيلوا له مرات ياخذوا له من التم الثاني او ياخذوا له من السكند تو الصبع الصغير زي هذا ما عندهاش التم خذوا من السكند تو صبع الرجل الثاني قريب شوي التم ما التم عنده ثلاث طرق يا تاخذ طريقه الفلاب تاخذ لها بون كذا تسمع مصارع لا منظر ولا فانكشن يتاخذ لها تو فانكشن مليح لكن منظر مش مليح حلو يتاخذ لها عدد فينجر هذا البست لكن في خطوره تحول صبع تحط في كانتام بيفشل قط صبعين فقاعدين احنا افضل حاجه تو فينجر ترى اسمها شو تو تو هاند اسمها هذا عشان سيدي هذا عند باك هنا اعطيك مثال واحد خاط واحد عمره سنتين لابس خاتم بتخيل نفس الخاتم ما حولهاش لما ولد عمره 50 سنه شو بيصير خاتم؟ بينط ليده هذا هو في بطن امه مسكين عنده باند على يده عنده باند كل جلد باند وكل ما يكبر الصبع بتاعه يصير كونستركشن باند اسمها هيك يا حلها تفتحها وتحولها هذه طبعا وزي الشعر سامعين بالشعر بتاع كمان الصغار وين؟ في الحياش ولا في المستشفى؟ المستشفى في الحياش اللي ما يعرفوش انتم اكيد ما تعرفوش انتم تو تكبروا صغار ان شاء الله الاولاد الصغار العوائل الصغار اللي مش يقعد لاهي بالشعر ومرات شعر امه ومرات كذا الشعر مرات لما تبلغ عليه صبعات تزيد تخنق وتقعد ما واحد في عينه يعيط 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 بعدين يجي سكيمي بعدين يجي الشعر تغلط حاطين نوع كونسر دبان هذه كونجن هذه مش اكواير مش كونجن هذه شعر فيجوا المستشفيات نبدا نلقوا شعر هيك نحاولوا نسلكوها ونقصوها كان كانت على صبع مسكين فهذه برضو زي كونستركشن بان خلاص ما ترى سمعوني ما هذه هو شو اسمها كونستركشن او بان شنو هذا داير تو هاند شنو عنده هذا؟ سندكتري باح وشنو عنده هذا؟ ادكتيلي صح في الجهه هذه امين وبعدين فوق مين ما فيش تم في تم ولا وهذا كليفت هاند اللي هو يد مخلوبه وهذا فوق ميديا وهذه اشيريا او اخيريا ماشي؟ ايزي يا جماعه افتح الله يخلصك